ملحد. وغادي تستغربوا علاش الاخوان بصراحه. دابا حنا كنعبدوا محمد حيت فهاد ليكواسيون ديال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، هذه فاش كتقولها مجموعه كتعني بانك انت واحد الانسان مؤمن. ولكن الا قلتي اشهد ان لا اله الا الله وما قلتيش ان اشهد ان محمدا رسول الله، اذا انت يا كافر. اذا كاين الناس كيامنوا بانه اشهد ان لا اله الا الله، كاين واحد الاله ولكن راه ما كاينش واحد النبي. الا شفتي فهاد ليكواسيون كتقول بان نحن كنا محمد هو الله. اوكي، باش كتقول اشهد ان لا اله الا الله الى حيتي محمد، اذا وجود الاله رهين بوجود محمد. والا ما كانش محمد ما بقيتيش انت كتامن بانك خالق لهذا الوجود. اوكي، وهذه هي وهذا الشيء علاش، حيت حنايا اصلا كنعبدوا محمد. علاش؟ حيت الاله ما كنعرفوا عليه والو. وهذا اللي كيوقع للطفل فاش كيكون صغير وكيوقع لينا كاملين كإنسان، حيت انت دابا جيتي لقيتي واحد الوجود كبير وقلتي شوف انا صغير وهذا الوجود كبير، خشي واحد يكون كبار مني هو اللي غادي يكون خلق هذا الوجود. ولكن هذاك اللي كبار مني ما عندناش ليه النسبيه، يمكنش نكومباريوه الا اذا كان نسبه لمن او لا لماذا. علاش؟ حيت واحد الحاجه موجوده بوحدها ما يمكنش تعطيها كاليفيكاسيون. مثلا كون كان عندنا غير اللون الاحمر في هذا الوجود ما كيبقاش يهم واش غادي تسميه احمر ولا اصفر ولا خضر ولا اي لون. علاش؟ حيت ما يمكنش تكومباري شي حاجه بلا ما تكون عندك نسبه لماذا. لحقاش كاع هذيك لوزيتي اللي عندنا ديال الكومباريزون كلهم فيهم نسبه لماذا، وكاع داكشي اللي عندنا كاع لي ميزور اللي عندنا في هذا الوجود اللي بازي على نسبه لماذا. غير حنا كبشر مثلا قلنا اوكي الله خصو يكون كبر منا. كون كان مثلا حنا كنا قروده كون قلنا بان راه كاين واحد القرد كبير هو اللي خلق هذا الوجود. حنا بلاص هذاك القرد حطينا محمد، محمد هو اللي شديناه وعطيناه جميع صفات الالوهيه. علاش؟ حيت حنا لا علم لنا شكون هو الله. شكون اللي كان كيقول لنا الله؟ اللي كان كيقول لنا الله هو الرسول. حتى فاش كيقول لك واحد الحاجه ما كتقولش شكون هي عظمه الله. علاش ما كتقولهاش؟ حيت ما عندكش ليها نسبيه. فاش كدير كتلصق كاع هذوك الحوايج اللي كنتي غادي دير على الله وكتحطهم على الرسول. والدليل على ذلك ان في اللاوعي ديالنا هين انك تسب الله ولكن تسب الرسول كان كشكش كان كعب. علاش؟ حيت عندي النسبيه مع الرسول اكثر من اللي عندي مع الله. اذا حنايا في الاسلام كان نعبدوا محمد. علاش؟ حيت كيقول لنا الاسلام ها انتم حيت الله شي حاجه واعره ولا ليس كمثله شيء ويحمله ثمانيه ويضع رجليه على ثم اشنا هي ذاك الحديث اللي تيقول لك فقد خصص الله لها ابشع الاسماء فهي الهاويه ولضا ولضا حتى إذا امتلأت وما في لعب الحال كده الشكل أمرنا الرأس بالخرى ديال قريش. المهم غير بغيت أن نفهم الناس هذه الفكرة، هذه جات من الوحي ديال الأخ باقي كتسمعوا لي، هذه جات من الوحي ديال الأخ جاكوب. حيت حنا ماشي ملحدين، هذيك لا كونكلوزيون باقي ما وصلناش ليها. سمعتيني؟ وتا واحد ما غادي يوصل لهاد لا كونكلوزيون.
الشساعة ديال هاد الوجود كتقولها لك، كتقول لك انت الميخي خصك ترصى، خصك تكمش، هاد العالم بعيد عليك، ربما هاد العالم غادي خصو ان جينيراسيون، هادشي ماشي جينيراسيون، هذا ماشي جينيراسيونيل، هذا ميلينيوم ارنو، خصهم يعطيوه شي سميه اخرى. داكشي علاش كنقول للمغاربه قلبوا على شي خدمه، ولا شي دار مزيانه، شي طوموبيل مزيانه، شي مش كيعجبك، لا شي بيكالا بحال اخوالي، وخليو عليكم الله في الثقه. حنا راه المشكل ديالنا راه ماشي خالق هذا الوجود، حنا المشكل ديالنا واحد الميخي غي سامبل، واحد المخي يستهان به ولا يعتبر على جميع وأقصد وبعنف وبإيمان جميع عارف شي تشن كترفير الأشنو. وده هو الواقع الأخ سعيد وإخوان، أحسن قول نادلو باش نحيو هاد السبب. أبنادم هنا رباتي يقول لك لي مكتبة، أنا راه ناس قريت معاهم، هنا دابا كنجي كنريح معاه تيقول لي يا إلا مكتبة لك، والله العظيم ما كملاش حتى ساعة ديال المكان، واحد خينا كنعرفو 40 عام هادي مريح معايا صاحبي، شحال كمينة ديال الحشيش وشحال ديال الشراب وشحال قحبنا وشحال، دابا مريح معاه ولا تيقول لي يا إلا كتب الله تايا ديال الكلب انت كنتي ديال امك الدرب كتفيقو، عقلت كنهضر معايا ولا البارح في المايك فايد ليا ديك اللي كيديروا ديك الزمله اللي كتوصل لينا حنا المغاربه فاش كتوصل عندنا 50 عام، وكنت حطوا واحد الكرسي قدام الدار وكنداو نقرو شاد ديال لا جينيراسيون الاخرى اللي جايه وتنداو نقرو عليها بحال حنايا. ها وهذا هو الواقع، هذا هو اللي كنعيش دابا، وهذا هو المشكل، هذا هو المشكل كيخلي كل شيء اللي في الحياة ويجيب لك الخرة ديال الحياة ديالو كيطلع فيك، تيقول لك خصك تقبل بهذا الخرة، إما كاع داك الشيء اللي زوين عطيتك في الحياة ديالك، حيت أصلا الإنسان فاش كيجي لهذا الوجود كيعطي المغربي، كنهضر على المغربي والجزائري والتونسي، إلا جا لهذا الوجود أخر حاجة كياخدها هو الإسلام، اخر حاجه في الثقافه ديالو كياخذها، الحاجه اللي ما كتنفعك حتى شي حاجه، ما كتستافد منها، ما كتمتع بها، ما كتخلي لك ذكريات زوينه، ما كتخلي لك حتى شي حاجه زوينه، بحال واحد ضياع ديال الوقت. دابا لي غوني هو انه هذاك الخرا هو الوحيد اللي بغاوك انت تورثو منه، هو ما بغاك تورث منه هو والو، كل شيء هو تيقولها لك، تيقول لك كاع داكشي اللي درتو، سمعوا العبد الهادي بالخياط قال لك كاع داكشي اللي كنت كندير انا في حياتي دين مو كله خطا الا حاجه وحده هو الخرا ديال قريش، وهذا الشيء اللي كنديروا دابا، حيت انا كنشوف لا ميم جينيراسيون اللي كبات معاهم انا كل شيء، الا كان غادي في الطوموبيل عامره قحاب وروج ومكتوب فيها الله وفي. هذا من فضل ربي، ودابا جاي كينقر على لا جينيراسيون اللي جايه تا هو كيريح تيقول لهم علاش لابس سروال مكمش، علاش محسن هاد القضيه بحال هكا، علاش كتشرب السكر بزاف، تا هو القحبه ما كنتي كاع كتعرف انت كاع واش حرام ولا حلال ولا مسمومه ولا كتقب الريه ولا كتقب الدماغ، ودابا جاي كيقرا عليهم. ها وهذا هو المشكله الاخوان، هذا هو العقده ديالنا، كنبقاو في لو بوين دو ديبار، لو بوين دو ديبار كله خرا هو الاسلام كله، غتجي لا جينيراسيون نفس الشيء، غادي توصل عندي المو 55 عام 60 عام 65 عام غادي يتكا غادي يقول لك ارى سي انت علاش انت كتلبس بحال هكا، وانت خصك دير امك تفريزي الوقت خصو دير امو يتجلد ما يتجلدش، كيفاش كتقولوا لا بغيتي تقولوا فروزن الجليد، يتجلد الجليد يتجلد، دابا تبان لهم حيت ولاد القحاب بان لهم دابا الايس بحال الجلد، قال لك الجليد ورا الايس حتى شدك الجليد ياك تعيش في الصحراء، قلب شي سميه ديال حاجه سخونه شي يتجمد ديال اللي يتجمد كيتجمد، وما تيقول لك تزحلق على الجليد ياكل لا، وشنو هو الجليد؟ منين جات هذه الكلمه ديال الجليد؟ بحال فاش قال لك سقيفه بنو سعيده، سقيفه حيت ما كانوش كيعرفوا شنو هو السقف، الا كان شي بلاصه فيها السقف كتسمى السقيفه،
تكون probability أن الصف والسقيفة كيعنيو نفس الشيء. علاش؟ حيت هما كانوا إلا بغا شي سقف خصو هو تيمشي للجنة. الجنة تيقول لك وضلال، كاين هاد الآية ياك، تيقول لك إلا مشيتي راه غادي تلقى الظل، ياك ولا لا؟ شي واحد يجبد لنا هاد الآية الكريمة قال لك غادي تمشي للجنة غادي يكون فيها الظل يا ولد القحبة. واش تا الظل اللي بغيتي الظل إيش باللي ما يكونش الشمس غادي يكون عندك تاكل؟ غير كنضحكوا على الإخوان، غير كنحاولوا ندخل شوية ديال المزاح. وهذه هي الثقافة الخروانية اللي ورثنا، هذا هو الخرى اللي ورثنا، وهذا هو الخرى اللي كنقولوا لولادنا كاع داك الشيء اللي عطيناكم في الحياة راه حتى شي حاجة ما كتسواليه، راه هو هذا الخرى هو اللي مهم في الحياة. الخرى ديما كيبقى هكا، ماشي تيجي لا جينيراسيون دوز خمسة ولا 15 ولا 20 جينيراسيون وتلقى هذا الشيء هذا تبدل شوية، قالوا أوكي وهذاك الخرى راه بزاف وراه خصو يتغير شوية، القديمة هو خصك ترجع أش قال عائشة رضي الله عنها واش قال، فهمتي؟ وتشوف كيفاش دارها الرسول بالتدقيق، مربما تخطأ وما تبقاش عبد ديال بصح، مربما تغسل زكوك غير جوج مرات ونص ما غسلتيش ثلاثة د المرات، وشوية ما خشيتيش الصبع، شوية ما خشيتيش شوية في الخرم، ربما قال لها انت خصك تقلب اكزاكتوم وربما تخطأ. ألقى نغوت هنا تا غادي يجيو يدوني أنا، الله يتنسلم بالله يدوني الحبس ديال المغرب، وحق الرب يتنسلم بالله، ونبقى انا نصلي الصباح نصلي وقت ما طلعوا عليا قالني كنصلي تريح الحبس ديال المغرب، والله يا ربك واخا يقول لك ما عرفتش. خذوا المايك الاخوان، شكرا. الله ينعل عليني، تتولي من اكبر المنظرين للاسلام تما، تولي تريحي مع الحياة معلم، وتتقول لهم أيام جاهلية لما كنا خارجين عن دين الله. الله يحفظ. شو أتونسيون أتوا خايبيها الليل، مازال محتاجين لك وخا تفيق لينا غير شي 3000 أخرى. والله فأتونسيون أتوا، وما تبقاش تنقول عليهم، ما تبقاش تقول لهم تدير بحالهم صاحبي، حتى ملي تبقى تشوف لبعالك بقى تقول لهم مال دين ربكم دايرين التحسين هادي مالكم الجيل ديال الخرا، بقى دير بحالهم حتى انت صاحبي. الا بقيتي تعصب وتبقى تجيبها في راسك الصوت والله، وتعيش امينا سعيدا هو الله، ترجع في حالياتك اخويا امين سالم، فهمتي؟ بقى تقول لهم ودي عودوا بالله مشطار راجيمات، والله قلنا مشينا الميريكان الحمد لله تبي الله غير دار اللحية وضيق دار التقضيب اللحية والتقضيب غيولي الإمام ديال هذاك الجامعة ديال نيويورك، ولكن تاعي ضرب عليهم المريخ وانا مزيان عاده باش غيطلع عليهم شي خطبه مزلزله هذه رمو. تقى الله صح ستي بختات كنسى راسي، غير دابا جيت فواحد البلاصه خاويه ما فيهاش عباد الله وداك الشيء، ما حاضر اني حاضي مع راسي ولا مت نموت شهيد ياكل الشهاده بنادم كيقتلوا ديال مو كيطحنوا تيقول لك هذاك راه مات شهيد، بحال هذوك اللي مشاو للحج قال لك طحت عليهم الرقبه، والخافضه ما ادراك ما الخافضه وش القاع، الله يلا ضحكوا غادي نركزوا هنا نبداو نقولوا والله الا فاش كنت كنصغير كنت كنسمع ديك الموريات قدحا، وكيبانوا لي الموريات ديال المكان، وحق الله يا كاين واحد الموريات والله العظيم الاخوان والله ما نكذب عليكم، فاش كنت كنقرا والموريات قدحا كتب لي دوغما، والله ما نكذب عليكم الا ديما فاش كنت فاش هاد الشيء صغير كنعقل عليه، فاش كنقول مورياتي كتجيني بحال الموري. حنا بدينا عليها حياتنا كلنا الخرا ديال المور، عرفتي شناهي ديسي زكغاف شي، عرفتي الشعب اللي يقول لك اوكي هذا الخرا هذا انا كنبني عليه حياتي، صافي كتيأس من دين مو، كتقول هذا ما عمر القحبه تاع تمو غادي يوصل لشنو، خصك امبوسيبل امبيراتيف، خصك تقول هذا الانسان
امبوسيبل. بحال قلتي لي شديتي شي دجاجه وقلتي ليها ما نعرفش لعبيش مع اينشتاين امبوسيبل ما يمكنش. واش تجيب الخرع ديال الثانيه بدل خلي الخرع بدلو هاد لا جينيراسيون كل خرا بحالو شدو ثاني لا جينيراسيون شد الخرا ثاني كيف ما كيديروا جميع الثقافات كيشدوا الخرا ديالهم وكيبقاو اقلموا مع الوقت حتى الخرا ديالهم كيعترف بان الوقت كيطحن كل شيء الا جا عندك خصك تغير كيعرفوها كيقولوا هذا خرا وتيقولوا اوك الخرا خصو يتغير الوقت ما كيرحمش الخرا خرا المره الاولى وعاوتاني الخريه بدلوها مره بالقهويه مره ديرها فيها الكوبيال شفتان قطات صفرين الخرا ديالك غيروا من انتهازوا ما تبقاش نفس الشيء انتهز واحد الثقافه خروانيه والخرا الخرا ديال الرسول راه كيتغير حتى هو كان كيخرى اليوم قول غدي وانت شديتيه نفس الخرا وتعطيه لولادك ولا ترسخوط حيت الخرا ديالي ما عجبتش وهذا هو الواقع اللي كنعي هذا هو لا غياليتي هذا هو الكور هذا هو لا ديسكريبسيون بحال فاش كدير شي حاجه كدير ليها سكاني كتسكانيها كدير ديال مال الراديو كتشوف اش الوسط ديالها نفس الشيء هذا هو اللي كاين الوسط ديال الاسلام الاخرى عنقناه 1400 سنه وولادنا ولا جينيراسيون اخرى كنقول لهم احسن حاجه في هذا الوجود هي الاخرى ديال قريش وهذه هي لا غياليتي اللي كنعيشو دابا تمشي تهضر مع شي واحد يقول لك انت ولد القحبه وما مزيانش وحيد لك الجنسيه كاع والله العظيم الى الناس بغاو يحيدوا لي الجنسيه حيت ما عنديش مع فلسطين جا قال لي وفلسطيني ماشي مغربي جا قال لي نتايا ماشي مغربي قلت له علاش اخويا قال لي حيت انت ما كتأيدش فلسطين قلت له الله ينعل القحبه تاع امك على هذيك فلسطين منين وليتي دير امك انت فلسطيني تحكم على الجنسيه ديالي انا وتعطيني الجنسيه انت اللي بغيتي أنني خصني نكون عربي ماشي حيت أمازيغي ولا حيت دون كيف باك انت من فلسطين عاملك مع بحال واحد من البيرو واحد من البيرو طاح من فوق شي جبل ودري صغير وشبيه كنت أسف نفس فاكين دوغري لحقاش أنا ما عنديش معاه ربما دخينا من البيرو عندي معاه شي حاجة والله العظيم تقلب التاريخ ديالك تلقى هذا خينا من البيرو راه عندك معاه شي حاجة أنكم الحوالة ديالهم كيشبهوا الحوالة ديالك اوكي وهذا هو اللي هذا هو الازمه اللي وصلنا فيها هذه هي الازمه شتي احنا بالنسبه لهذا جينيراسيون على مستوى الثقافي ولا ما عرفتش شنو هو احنا بحال هذوك لا جينيراسيون اللي كتجي وكتاكل العصا بحال مثلا الازمه 1929 داز فيها واحد لا جينيراسيون اللي كلات العصا مزيان فهمتي وداك الشيء ديال الحرب العالميه الاولى وداك الشيء وكتخلق لك واحد لا جينيراسيون واعره كتخلق لك الجهد هذاك الشيء علاش الناس اللي كيدخلوا لواحد المحنه كبيره بحال مثلا الاوروب كتلقى فيها مالين سوسيال على الجهد المغاربه دابا اللي بغاو يقارنوا اشمن دوله واعره في اوروبا هي الدوله اللي فيها السوسيال هذا هو المعيار الاول وخا يكذب عليك ويقول لك اسمح لي راك لو مود دو في وداك لو ستيل للسيل فهمتي أوريونتال ولا والله يتلفوا بالله السوسيال دولة أوعر دولة شكون هي هولندا علاش هولندا فيها السوسيال وكي ولاحظوا معايا هذا ولا بريفيرونس ديال المغاربة شكون هي الدولة اللي فيها السوسيال شكون هي الدولة اللي تقدر تقطع هذوك القنات ديال القانون العود ما بتمشي والدور خصك تقطع ديال مو شوية من هذاك القنت باش الدور عندك فهمتي هادو هما الدول اللي كنقلبوا عليهم حنا المغاربة علاش حيت حنا ثقافة جبناها من ولاد القحاب حنا جبنا الثقافة ديالنا من الشفار عرفتي فاش كتقول واحد الإنسان كيجي عندك وكيدي لك بنتك إذا راه كيدي everything else فاش كيجي واحد الإنسان وتيقول لك أنا غادي نحيد لك الرقبة ديالك غادي نحيد لك أمك الراس ما غاديش يبقى في بلاصة إذا راه غادي يدير كاع الإجرام اللي كاين في هذا الوجود داك الشيء علاش حنايا كتلقى عندنا واحد نوع ديال العداوة نقول لكم علاش العداوة مشكلة احنا كنتعلموا العداوه قبل ما كتوصلنا اسباب العداوه كتزاد تيقول لك اليهود ولا القحاب كتقول لي ما ودي ولا القحاب انا الله تزدت انا الله في عمري 50 انا باقي ما كنعرفش حتى ولد خالتي وريوني ولد خالتي ديك الساعه باش نوصلوا لليهود وقولوا لي وديها اليهود راه ولا القحاب
حنا كيتكب حنا كيتكون عندنا واحد حيت هذا الشيء ديال القيم الاخلاقيه ان فوا كدير فيه ثقبه كتدخل دير مفار كارافان غير دير فيه ثقبه صغيره هذيك الثقبه تدخل بها اي حاجه ان فوا كدير ثقبه اوكي دابا حنا تعود ان العداوه سي بوسيبل تكون فابور اش هي فابور واحد الانسان مازال الكوالو غيان ديتو ما عمرو مسك ما عمرو استعمرك ما عمرو ضرب معك ما عمرو سرق لك شي حاجه ما عمرو كان عندك معاه كونتاكت وانت هو عدو لدود ديالك دابا فاش كتدخل هاد 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 الخصله ماشي خصله خيريه ولا شي حاجه بحال وكتدخلها في الذهن ديال الطفل اولا في الذهن ديال الانسان فهنايا بحال كتعطيه لا كارت فيرت انه يتصرف نفس التصرف هاد الخضم هذا يتصرف كاع دوك شعوب الحياه هاد الشعوب جات في بلاصه ولا غير مع عينيه خجل بزاف كاين صوت الاخوه كاين صوت كاين ما بقاش صوت والله ما كاين صوت وابيا اللي عندك الصوت وعندك الصوره أوكي. وعندك كل خذ المايك انا جيت قلت مع التقبه كتعاود لينا على التقبه تخلي لها التقبه كمل كمل لا انا عجبتني التقبه والله لا بس جبتي لي هذا الموضوع ديال التقبه وكنا كنهضروا واحد الخطره وتيقول لي انا غادي ندير تقبه وكيقول لي تقب تقب انت شي شفنجه تقب شي دير شي تقبه في شي باب ودخل فيه سبب بحال باش يقول لك حنا غادي نغيرو انا كنقول لي تاش غادي تغير خصني نغير تحسينه عمر شي سنه الى ناقصه ولا قهويه ولا شي حاجه حتى هي غيرها غير فمك فهمتيني غير شي غير بيالير دوك اللي كيهضر لك على التغيير هو اللي موازين الكون بيدو كل عافا كيغير غير الكيلوت ديالو بدل ما يبول ولا يخرب لما يغسل يديه وقاعو يبدي يقعو لا بصح اللي نحن بحاجه اليه بصح شي دابا حنا المغاربه بوشرى تعودنا خصنا ندخلو في الكيلوت ديال البشر الاخر تعودنا انه احسن الناس هما اللي كنديرو حنا بزاف الحاجه الزوينه اللي كديرها الا كنا حنا بزاف ديال الناس كنديروها هي الزوينه وكتولي مساله قانونيه تيعود يقول لك يا اما انا يا اما انت ما نقدروش نكونوا موجودين بجوج علاش حيت انا عندي واحد الفكره كتختلف على الفكره ديالك هو اصلا الافكار كل شيء كيختلف حتى واحد من الفكره ديالو كيشبه الفكره ديال الاخر طبعا نفس الامامه كيعجبنا نائم بالاخر الاخر يقول من ورائنا امين وين كيقول لنا وحنا كلنا بحال داك الشيء باش كتحط بيبي وحنا نقولوا تماما تماما برافو كاينه هذيك هذيك الفقيه ومريد دابا شتي دابا لمشيتي لشي بلاصه فيها البيبي بزاف عندي في هولندا كيكون عندكم بزاف ديال البيبي غادي تمشي حدا البيبي وغادي تقولي والبيبي كله غايقول في مره واحده وغتقول لي ثاني والبيبي كله تاهو غايقول هادي شفت انا واحد الكاريكاتير بحال هكا صيفطو لا فيديو صيفطو على الشيعة واحد البيبي تيقول واو كيبينو لك الشيعة واقفين تيقولو والله الا هادشي والله الاخوان الا كنا كنعيشو قطيع وحق الله العظيم دابا الفكرة اللي نستافدو من هاد الشيخ خصنا نتعلمو تكون مسلم وتدخل سوق كرك هابا قدام ها اش فيها الا كنتي تكون انت مسلم وداخل سوق كرك ما شغلكش انت الانسان الاخر اش كيدير في حياتك دابا هادي ما غادي ديروها تخص جماعة خصكم القطيع خصكم القطيع هو اللي غادي unfortunately malheureusement هذاك اللي غادي يسير القطيع باش يدير هذا التغيير هذا ماشي في صالحه انه يغيرك باش تعود تدخل سوق سيتو فاش كتكون خاطئ وكتكون الاغلبيه تبعك كتعود الاغلبيه تري امبورطون تو كيكون الخطا حتى هو تري 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 سيور علاش بجوجهم كيخدموا المصلحه ديالك وهذا الشيء واقع لينا في المجتمع ديالنا
احنا بغينا التغيير، ولكن التغيير هاد الناس عندهم ثقافة قاطعة، خصهم يتغيروا كلهم، ما يقدروش يتغيروا واحد بواحد من خلال نفسه. حتى هو اللي حطه تاني أخت تبقى تقول لهم هو ما تاني يقولوا كلهم عاد يمشيوا يتغيروا. وقول لي واش ممكن ننفعل معاك ولا بلا انفعال معاك؟ انا حيت كيعجبني ننفعل ماشي والله الا لست الفيام تنبقاو نفعلوا ونستفعلوا وفاعلون فاعلات مستفعلين. والله ما اروع الانفعال معك والتفاعل معك. والله الا بخير. تفضلي تفضلي الاخت. انا انتظر قلت لك قدومك وهذا وعد مني لك، تجي ويكون عندك الاسكار الشيقن تقولها لي فانا معك. نجي في اللايف نشرب معك قهوه وننفعل معك. انت كتعرفني بان كلمتي تلزموني. هذه المساله اللي كتهضر عليها نتايا على، وهنا غادي نرجع دائما كنقول لك الفقيه هو اللي انت عندك الخصومه معه ماشي العقيده. من كنهضرنا على العقيده ماشي بالضروره كنقول لك عقيده محمد عليه السلام ولا عيسى ولا موسى عليه السلام اجمع. اللي كاين حنا الانسان كيعيش في مجموعات، بغيت تبغيها ولا تكرهها، بما انك في امريكا نقدروا نهضروا حتى على هذه المساله. ويا أنا الحدود الامريكيه انا 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 بغيت شوفي نقول لك هذه كلير باش ما تبقايش تحاولي حيت انت ديما كتحاولي تحبي لي محمد. انا محمد غادي لا والله ما بغيتش نعرف محمد وقول لي وخي يقول لي انا لا والله ما عندها علاقه، انما باغي غير نفسر لك واحد النقطه ومن بعد دوز. تبغيه ولا تكرهه صدقني بان السيد مات وهو ينعم. يا ليتنا نقدروا حنا نخليو غير على مدار 24 ساعه غير جوج الناس يتفكروا. انا جدودي شحال من مره ندير مجهود باش نعقل على شي واحد شي زامل بوه فيهم وتقول شي واحد كان عقل عليه. اول ما كان عقل عليه كان عقل عليهم بانهم كانوا دايرين محل معيز اللي الناس كانت دير الفلوس دير لاباس ما كنعطينا هاد الشيخات والقحاب والشراب. لا دخلونا حازقين ما ورتونا والو غير الحزقه. نجي انا دابا من نهضر على تاريخ المغرب نقول لك حكا نحن الامازيغ السكان الاولون وجاو داونا وداروا لينا. لا ما داروا لينا والو، اللي دار دار جدي الله يلقيها ليه. انا ما باغيش ندخل معك في هذه المساله. اللي غادي نقول لك محمد فجا كان انسان ذكي. هذه بغيت تبغيها ولا ترفضها، عرف المحيط ديالو فين كان، عرف السيستم كيفاش خدام، عرف كيفاش يقنع ويخلي غريغر اتباع له. هادي خدها هكذا، سمعت بحال داك ميم مشيت تقول هادشي للفوقيه كيقول لك ديها راه منك اللواد الكارانتي. ابيال شي حوايج هكذا بحال انك وليت تالي تموت تقابح حتى ما تسعي ما تقابح، ولكن ما قالوك الموت بانك مفعول بك في الطبيعه. هذا قانون طبيعي. السيد كان دار حنا دابا اللي من بعدو لهنا هو راه جا في اواخر 500 ميلادي، بمعنى بدايه العصر ولا العصور الوسطى ولا القرون الذهبيه احنيني الا بغينا نهضروا على ديك الفتره. حنا دابا على مر الزمن اللي بقى عندنا فيه المشكله انا وانت والباقي عندنا المشكله في الفقيه الوسيط. الوسيط شنو مين كيدير؟ علاش الانسان دائما عزيز عليه يكون عنده الاتباع يكون عنده اللي يقول له برافو؟ الوسيط ولا الفقيه دائما عنده مساله ديال التجيش انه كيدير اتباع مجموعات مجموعات. هاد السيد فاش كيبغي يسيطر اشنو غادي ياخذ؟ يحاول دائما يقلب على الحلقه الاضعف كيعرف لاش وكيفاش وما علاش. محمد ملي جا اش نقول لك هي المساله اللي دارتها هولندا الامريكان اي دوله بغيتها سمعت. يا اما اسلم تسلم يا اما تخلص الفلوس عن يد وانت صغير يا اما يتحيد لك الراس. علاش؟ لان الا ما درتهاش دخلت لواحد الدوله. انا دابا في هولندا نجي هولندا نقول لهم القانون ديالكم ما عجبني ما حتى قلو انا باغي ندير فيها القانون ديال الدوار عندي واش غيقبلوني؟ في البلاصه نقول لك غادي يكون عليها هجوم. ولكن ملي جيت انا اخضع داك اللي سميتها الاندماج. وهي حنايا انا كنعاود نقولها دائما عندنا ازمه مصطلحات ابي اللي. والله الا غير مصطلح نهضر على واحد المصطلح ودائما حنا عندنا عقده ديال اللغه لاننا حنا حاقدين نقول لك على حاضرنا لاننا نحن ضعفاء. والحلقه الاضعف اللي وجدتنا بها هي ما جات بين ليله ونهار وكنا حنا ضعفاء نو، وانما قلت لك جدودنا ولاد القحبي بدل ما كانوا كيديروا كتلاحظ المساله حتى في افريقيا او للهنود الحمر الناس ولا اصحاب العرق الاصلي هادو اللي كي دائما يتشدقون بحنا الاصل ونحن الخاء كتلقاهم دائما مفعول بهم. علاش؟ لان ديك الثقه في النفس وانا مول شي ما على باليش بالاخر. سير افريقيا قول لي دوله واحده من الافارقه فين كاين عواز دابا
شي دوله تقوم لها قائمه كلهم اتباع. مشات الانجليز مشات مشات هذا الزبل عليه قدامي بلجيكا مشى اللي ما داز اللي ما حواهم تصاحبي راه في 62 عرفت شحال من مليون ملك بلجيكا 62 مليون ويجي شي واحد دابا كيهضر لك هتلر قتل 5 مليون من المسلمين من اليهود. راه التاريخ من بغاو نقراو نقراو بتجرد. محمد ما عنديش انا الازمه والمشكل معاه ولا عيسى ولا موسى ولا كريشنا ولا اي واحد اخر. انا عند من المشكل الاصلي كيجيني دائما عندي مع المتكلمين ولا الناطقين الرسميين باسمهم. محمد كان كلير في الوقت ديالو. محمد جو عنده كيقول انا حويت فلانة كيقول واش عندك الدليل. فلان كيقول له انا شفت فلان فلانة كيتحوى كيقول له واش عندك الشهود معاك اربعة وسير ودير الخيط بيناتهم ويكون المرواد في المكحل. هذا ولا بورنو جروب سمعت هذا السكس ديال الجروب. عاد باش تقول الزينة دابا باش نقول القحبة كيلقى واحد مريحة مع وحدة ولا وحدة مدخلات واش يشرب عندها اتاي ولا كيقول لك راهم داروا الزينة. هنا كيبقى القصور والفهم اللي وصله لك الفقيه عبر عن طريق العصور. لهذا كنقول لك من نقراو ابن تيميه نقرا الحويني حاليا هو من يوالي يوالي ال سلول ولا ال سعود. هذه الانظمه كلها العربيه من اللي اطيح بالدوله العثمانيه ولا الحضاره الاسلاميه من اوجدها الهاشميين شكون دارها درت وانا درتها بريطانيا فلسطين من اللي كانت ملكيه من اللي فرقوا الاراضي وطيح بالحضاره العثمانيه. هادو كلهم نقول لك داروهم الغزو داروا دوك الناس وهذوك كيما حنا دابا كتلقى عندنا بزاف ما عاجبوش ايضا النظام المغربي ومحمد السادس دين مدار لينا وحنايا هاد العلويين اش داروا ولا ما داروا والو. العلويين كانوا حتى هما ناس من المغرب المغرب بغيت تبغي ولا ما تبغيش كانوا قبائل ضد قبائل والسيبه هذا هو التاريخ ديالنا. حنا لحد اللحظه راه مازال كنهضروا كنقول لك انا الدوار ديالي انا من احفير انا من قلبي لا تكذا نهضر انا بيا الليل كنقول مسلم كافر انت عربي انت امازيغي انت 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 حنا عندنا مع القولابه كان عجبنا اننا نحطوا الاخر نديروا له القالب. علاش؟ لان هذه المساله ديال الذي يخضعك او اللي تمت القولابه ديال عن طريقك هو ما كانش كيخدمك لاجل الله نو وهذا هو الخطا. وانما هو الهدف ديالو كان انك تكون تابع وخانع وخاضع. بحال من كان ايه قرانيه جميله كيقول لك واذن في الناس بالحج ياتوك من كل فج عام حسب الكرامي كان كيقول اريحنا بالصلاه يا بلال ولا اذن على الناس يجيو. واش حسبك هو كان كيعيط على الحازق؟ هو راه نقول لك الصلاه كانت عنده انا ذاك وقت ديال الميليتير 5 الصباح يجي يسجل الحضور الظهر العصر المغرب كانوا كيجلسوا كيتشاوروا فين مين جاء شنو. المسجد ما كانش كيما دابا تجي تقول من ورائي امين وتسالي. كان محكمه كان برلمان كان في ايضا يديروا الخطط كيفاش من غادي يمشيو يغزو اشنو غادي يجيبوا. هذا الشيء ما تفعله امريكا. امريكا الا بغينا نهضروا دابا حنا غير على الزئبق الاحمر اللي كيدخل في الصناعه ديال النووي منين كتجيبو كتجيبو من عندها راه كتمشي حنين لافريقيا كما تفعل به بريطانيا والباقي. علاش الدول الحازقه ممنوع عليه؟ علاش دابا عندنا الحصار عند هذا ايران ولحد اللحظه مازال هو المخطط ديالها معنا ضد انا ولاد القحاب ديال ايران. ولكن ايضا هما حكمهم ديال العمامه اقوى نظام كاين ما كاينش معاهم هما مازال تعاود الهضره. علاش؟ لان الفقيه عندهم صحيح كلشي مجند. الشعوب المجنده كتلقاها دائما كتحفر في الارض. المغاربه انا اللي كيبقى فيا على المغربي وكنهضر على المغربي داك اللي كتربطني به البقعه الجغرافيه ما غاديش نهضر معاك على العرق ولا على عقيده ولا على لغه نو نو كيهمني المغربي او دوك التريكان ديال العطايا. لان شمال افريقيا كانت دوله وحده شكون اللي ادى بها الى دويلات هما العطايين دوك ديال العطيني نعطيها وانا باغي نحكم. بداوها من الادارسه فاش تخاصموا وبغاو يتضاربوا مع بعضياتهم وهربوا مشاو داروا الملكيه في ليبيا ومهم التاريخ مقود. حنا تاريخنا كله والله مكتوب بالحرام الا غادي نجيو نهضروا عليها بيال. اما نجيو نقول لك الناس اللي قرات وفهمت فقط استغلت ثقابي كما كتقول انت حيت حنا تاريخنا كله غربة وانا هذا الشيء كله دابا ديالي الله يلاقيني بيك ان شاء الله ردك بحالك بحال الغربة ما كاين حتى قلوة دريس ويلس. اش اخويا بغيت تلقى القلوة؟ القلوة ما كتكونش في الروم صاحبي. كاين مواقع اباحية اللي كتقلب على القلاوي فيهم لوينات شكيلات احجام مختلفة. دخل ايضا دير علي اكسبريس والله الا فيه حتى هو القلاوي دابا كيتباعو يتباع الطبون يتباع البزول يتباع اي عضو بغيت سيليكون كيدير لك كي كتبغي ليه لا يحوجك يا الزغبي. اما دخل البالطو موقع اجتماعي من اجل ترقيب النائب راه ما فيهش القلاوة صاحبي. نتوما ما كون مغاربة مخلطة لكم العرار شوف دابا هاد ديال اللي رود الحرام
ولا كلمه على شاب يلير. تعرف اللي غفر لنا البيلير اول واحد نهار عرفني انا كنحط الفم في الكاس والله اللي شتي انت غادي نبغيك غير على الفم ما عندكش حيت ما يعجبوش السنان. لك يعجبني بلا سنان. ساتيسفاكسيون. لا لا هذه القضيه كاينه في الغربه الاخوان. المراه فاش كتنعس معاك كتبغي تنعس معاك وكتبغي انت تنوض وتكون راضي عليها والله العظيم الا بصح كتقول لك واش عجباتك هذه البوزيسيون الى كاتي والله العظيم لازم تفتحي هذا ما كتحشم كاع انا ورا التليفون وجهي حشمان بس والله ما عليك حشم بزاف والله العظيم الاخوان انا ديما كنقول لهم خصكم يكون الشعار ديالكم خلي خواتاتكم يتحواو والله والله الا كنهضر من نيتي بالله ما عجبتكش تحواو اعطيها شي صيغه اخرى مهم الناس يفهموا ان المراه تاع المغرب خصها هي تاع هي تسد الجوه ديالها قانون طبيعي راه الانسان اللي غادي يتقابح معك في هذه المصطلحات والله هو انسان قاصر فكريا وسائل ادراكه ما تسعفوش للفهم لانه قلت لك حنا متازمين فعلا لغويا الشعب المغربي عنده ازمتين ازمه لغه وازمه نيت هذا الشيء اللي ما سالوش والله حتى متفق معاك انا وياك خصنا نسيروا المغرب وحق الله العظيم تسيري العيالات والرجال وانا نسير على العيالات قال سيروا قال سيروا المغرب الله الا غتسطينا بوشرى anyway بصح والله الا شعب حمار بالله وحق الرب الاخوان داو الشعب اللي كيبول على الحيط راه شعب حمار والله الشعب اللي خصك تكتب ليه ممنوع البول باش يعرف راه او دير راه واش اذا كنتي انت ولا خو واش غنديروا الدور الخراو حنا كاع والله الا شفت واحد الصف ديال المغاربه كيخراو عرفتي شنو هي الصف بحال كيمثلوا انا قلت لا ما يمكنش هذا ما يمكنش يكون ولكن بين شي جزار دابا في هذاك السوق ولا شي حاجه عطى لدين امهم شي حاجه ميته ولا شي حاجه شي جيفه واش شفتوا التصويرات يعني شي دابا هذا موجوع الاخرى الا ما هضروش على الاخرى ما كيرتاحوش كتسولوا على الاخرى كتقول لي اعطيني 10 د الانواع ديال الاخرين الاخرى مكرك والله حتى كيجي الرقميه العتروس الاحمر الزمنه ديال الليل لا ديال الليل كتازمنا صاحبي ما بيني وبينك الفم صاحبي ما تازمنيش والله راه هادشي اللي كتشوف انت دابا وما غاديش عليه راه الانتاج صاحبي ديال انظمه وديال الصراعات راه ماشي ما بين ليلة ونهار غادي كلشي يتقلب لي ترى الشعب المغربي صاحبي كان شعب دائما ينطلق بالحقيقه يمتلكها علاش لانه هو مول الارض هو اللي عنده هو الذي اندحرت اعظم القوى ولكن ما تبقاش تديه وتجيبه غير كتجيب ولا غير كتدي لانك غادي تشوف والله كتسبوا ليه بانه يتجرح لا نديروا قانون نسميه ممنوع الحشو لا لا بصراحة والله العظيم إلا بغيت نقول للناس بغيت نقول للمجتمع والله لا بصح بالله هذه واحد النصيحة اللي الله ما عطاش هي دخلوا سوق كركم وقلتها وكنخرج بعينيا دخل سوق تعلم دخل سوق كركم راه الكائنات كلها كتدخل سوق كركم نتمنى عليك بالله تدخل كنجها صاحبي في نقل الخبر ترى احد الملفات صاحبي دخل البروفيل في القاعه عندك كتابين الجزء الاول والثاني عندي وقت توقف مع بنادم كيفاش تدخل سوق كرك سوق كرك هي ما تبقاش الدور نتاعها كتطلب بزاف كتبقى غادي مع بنادم كيكون غادي كيقول لك عفوا لا الله يرحم باك ولا دور معنا ولا عاوني ولا شي حاجه كيبان لك بنادم بحال غير كيسها وتينوض تيقول عاوني عرفتي شحال ديال السعايا ما كنتيش كتعرف تاع واش كيبان لي المغرب كله كيسعى وحق الرب العظيم كيكون بنادم غادي ساكت ما كيقول حتى شي حاجه وطونكيل كدوز من حدا تقول له عافاك اخويا اذا ما عاوني ما عرفتش بيان لير هذه المساله كتلقاها حتى عند العائله ولا عند صحابك اول ما الاخر كيبدا يقول لك انا سننفت على بنادم وما عنديش وهاد الوقيتة وملي جات كورونا وأنا وبنادم وأنا كنوقف معاه كل شيء وأنا بطريقة لا غير مباشرة كيقول لك أودي عطيني شعب شت ولا توقف عليه قلت لك تريك تعطيني شعب عطاي عنده ما عطيني ولا نعطيها
والله اختي لا الشعب كله كيطلب وحق الرب يبلك الشعب كله كيطلب. انا الظاهره اللي هلكتني وباقي غتهلكني وهذه تمرضني هو فاش كنشوف شي طفل في عمره صغير شي دري صغير خدام كيضرب شي صباط ولا شي حاجه والله العظيم الى منظر منظر منظر. انا ما عرفتش الى المغاربه وصلوا لواحد المستوى ديال الوعي لا حقوق الانسان وبالحياه وداك الشيء. انا لا ما كايناش هذه الصراحات لا بيا الليل الا كنت هكذا كتفكر والله حتى انت غادي تكون عندك غادي تسبب ازمال ذاتك. شت الطفل حنا بعدا ما عندناش طفل. نحن شعب يلد اجداده. حنا الشعب ما كنولدوش ولادنا. حنا الشعب ملي كنولدو كيقول لك ودرا ما عندي ما يدير بنادم حاسق دمو ما عنده ما يدير كينوضي ولد. بنادم ما باغي حتى كرو مازال عاد غادي يبغي الاخر. كيفاش واحد بنادم كيقول لك دولة ديالنا ما فيها طب ما فيها تعليم ما فيها ما فيها ما فيها وحال رجلي باش يولد. هذا اكبر شعب مجرم. الطفل حنا ما عندناش طفل. كاع داكشي اللي كتشوف فيهم قنابل موقوته. سمعت حنا كانوا حنا عاهات كنولدوا عاهات حنا نتاج انا وانت راه نتاج ديال الجيل المعطوب. اجدودنا داك الشعب المقود اللي قال لك راه باغي يخرج فرانسيس ومشى معاهم الحرب لاندوشين خرجهم ولحقهم. والله عطاونا حنا هذا المنتوج المعاق. حنا شنو عطينا؟ عطينا المشرملين هاد الشرميل والويل الكحل اللي كتشوفوا. حنا عطينا واحد الشعب واحد المنتوجات فيهم غير الكذوب وانا وانا وباقي ما كتعرفني ولا عرفني لا عرفتو غتخرع. والله تعرفنا حنا كتخرع. شعب سعاي شعب الكرامه ما عندوش شعب رخيص 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 ارخص منه ما كانش. لهذا الا كتلقى حتى النظام كيتعامل معانا كقنابل موقوته. ما كتلقاش حتى غادي يجيك المغربي اللي ما عنده لا هويه لا وجود لا حتى حاجه لا باش الاعاقه الهام. ما كنهضروش على الاعاقه جسديه بل اعاقه ذهنيه لان وسائل الادراك ديال الانسان الا ما كتستعفكش تحلل وترتقي بذاتك فهذه اعاقه والاعاقه الذهنيه هي أسوأ. اما كلشي تلقى عنده زوج يدين زوج رجلين ولكن مقود. والله الا معاق ويعيق ومعيق تماما نائس. شعب الرهان عليه فاشل. شعب تصور بان كيرمي راسو في البحر باش يموت. شعب يعاطي راسو لاي نظام الا ما كانش كيحس لفرنسا كيحس للسعوديه. الشعب اللي ما راضيش على راسو بالبتي والمطلق مستعد هو يكون اي حاجه الا مغربي. الشعب اللي كيضحك على راسو كيضحك على دوارو كيضحك على ثقافته وعنده اي حاجه اخرى الا هو. لهذا تلقانا شعب عطايني شعب دين موه عامل مجاني شعب الله تنوض عندنا حنا شي حرب. لهذا كتلقانا بان دائما الانظمه اللي عندنا تشطح كيقولوا على الحبلين ولا تلعب على الحبلين. السبب هو لاننا نتاج قلت لك ديال منتوجات معاقه مفعول بنا اس المنظومه التعليميه. انت واحد الشعب كانت عندك دوله الشعب كان السيبه اللي قرا السيبه في المغرب غادي يعرف التاريخ ديالنا كي داير. حنا كانت عندنا الدواوير شنو اللي خلى النظام اللي كان عندنا في فرنسا الحمايه. الشعب راه نقول لكم كان ما دخلتش الحمايه لو كان رحنا دابا عندنا الولايات المغربيه. كان راه عندك الريف وعندك احمر وعندك وجده وعندك الصحراء وعندك كازا. الشعب اللي باقي يقول لك انا بالدوار. الشعب اللي مازال كيقول لك انا راه باقي ما كتعرفني وانا راني في شي شكل انا راه باقي الله تعرفني تعرفت خرا. الشعب ما عندناش الانتماء الوطنيه وروح المواطنه ما كايناش. هذه المساله غتقول لك كيفاش كنقول لك بحال شي واحد ما عندوش مو ما يمكنكش تهضر عليه وتقول له ما معنى الام. الوطن بحال الام اللي ما عندوش مو لا قيط راه هو هذا. واش راه فهمت المعيار يا ردا الهام اختي؟ والله ما تعلمنا حتى شي معايير. المعيار الوحيد ان يا حتى انا كانت فيها هاد الزمله قراني المغرب مجانا كلشي كان مجانا كتحتاين انا في مديت الشهاده كملوا لي الدوسي. اشنو درت ملي جمعت كري بدل ما نساهم في الدنيا المجتمعيه ونرتقي به؟ والله كملت الدوسي وانا نخوي البلاد. ملي مشيت لاوروبا بقيت كنقول الله الا الديمقراطيه هنا الله الا شوف الحريه. ضربت واحد 3 سنين كنلقى راسي عبده للراسماليه. كنخدم من الاثنين حتى للجمعه السبت حتى تلقاني كنلهت كي الكلب كتعيش بالكريدي. خصك تعيش مزير بحال لقيت راسي في التالي والله الا دابا بحال شي روبيني راك في المايكا قدام ديالي. الروبيني اللي تحت الدروج ديال الطواليت زير 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 حتى تفوريت. علاش غادي مفوري؟ لانك خصك تضارب باش تخلي باش تولي للدوار تشري حتى الشيته ديال السنان تدخل للمغرب تقول حكاين راني جاي نتفكنص. انت يا ولد القحبي اش من جاي تفكنص؟
لهذا ما تلقى واحد الشعب منظم بزاف، شعب عملي، شعب ما عندوش مع الحظ ديال انا خدام. الشعب يا همه عقد عمل، ما تلقاش عنده مع عقد الزواج ولا عقد الازدياد ولا العقود الاخرى. علاش كيقول لك انا الا ما بقاش عندي عقد العمل وما بقيتش مهتم بالخدمه ديالي ونديها وهنا نولي للاسلام ودي ما عجبتكش بيا الليل. العمل عباده عند هولندا، شعب عمل وعمل على من تقولي مو دابا علاش ما درتش، كيقول لك شت هولندا في الخريطه بحال نقطه بقلم الرصاص الا جاوا يشوفوها، ولكنهم كيحفروا انهم يديروا تاريخ لراسهم. من كنقارن هذه المساله بينا حنا المغرب من 775 ولا والله ما بقيت عاقله التاريخ ديالنا ملي شدوه، شعب دين ما عنده التاريخ وباغي يمسحو، الشعب الوحيد اللي ما راضيش براسو. تعرف ما معنى انك توصل تكون ما راضيش على راسك، مستعد انك تعطي اي حاجه. انا اخر ما وقع في سبته لقاو طفل عنده 15 اليوم صاحبي، شي اب ولا ام شي عاهه من العاهات داتا صاحبي كيحرق. تعرف ما معنى 15 اليوم تدي طفل تدبك لش كتظن راسك بأنك فعلا كتعيش مع الشعب. الشعب دين مو ولد القحبي نحكم المغرب 24 ساعة ما نكذبش عليكم، ندير الخازوق وهذا الخازوق واحد الآلة أيضا أبدعوا فيها العثمانيين، ساحة كل مدرسة يخزق الأب أو المعلم، لأن عنا المعلمين ولد القحب المعلم، لأن التعليم رسالة. فاش كنقولوا رسالة رسالة لأنك تكرس لفرد سوي. أما حنا عندنا تفيت بزنيس، حنا تلقاه طبيب ولد القحبي مشى لفرنسا وخدم وكيقول لك جبت الشواهد و و شويه ملي كيبغي بزنس يولي يدير لك قزار في المغرب ويحل لك، يبقى يمشي مع مول الحانوته. هذا راه مختبر ديال البول، هذا مختبر ديال كذا، نديرو هنا السكان، نديرو هنا الراديو، نديرو ليه التلفازه. تو على الشعب والله الا من ارخص ما يكون. ومازال كنهضروا حنا وقال لك ودي باغي تكون عندنا وتقوم لنا قائم. شعب مقيم دين ما هو ما عارفش على من، شعب فين ما بانت ليه فتحه هو غير باغي يدير فيه وما عارفش. شعب من اللي خرج منه ما شافوا نهار يشوفوا كيخرا. شعب القطره والله الا شعب القطره، شعب عند الدين ما لها شاشه في البنيه التحتيه. دابا انا كنكع في هذا الموضوع من ما تبقاش روح المواطنه كنكع. اما تقول لي كنقول لك ما اروع واحوجني لانني فيما نقول لك العقيده وفعلا والي. تعرف شو هو انك توالي صاحبي ولي الامر ديالك؟ عيال حسن الثاني عيا ما يطلع بزكو مع الحيط، عيا ما كيخاطبنا. تشوفوا الخطابه ديال الحسن الثاني، خاطب الشعب الفرنسيه دوك الايليت ولا النخبه، خاطب دوك الشماكريه ايضا بالدارجه، خاطب الباقي كاين دائما والصينه. قراوا اللغات، المغربي ملي كيقرا لغه كيترجم بها الخيخ. ما عمر حنا كنقراوا اللغه من اجل تناقح الثقافات، بل من اجل نكح الثقافات، باش اننا نوليو الوطنيين عندنا اربع ايش الزغبي هي الزغبي وهاي انت لعنتها وما بقيتش فيها ولا ديالي. زعما نزود عند شي وطن اخر غادي يقول لك واو انت عايش راك دابا هولندي لا خويا شتو تخرا فيه. في التالي ملي كتوصل كتبقى انت تلقى المغربي مسكين كيقول لك كان المغاربه خدامين في ناسا. ايه خدام في ناسا اش كيدير؟ كيدير كوبي، خدام مع الجروب بحال زعما ناسا ديال امك عطاولك انت تولى الدواسه الحيين وعطوك السريه. شت اللاجئ والمغربي بحال ما عمر دين ما يتعطلوا العمل فين كيكون فعلا هو اللي يدير. علاش انا معافي ما عندناش الولاء، والذي لا يوالي بلده لا يمكن ان يوالي بلد اخر. لا تلقى من كنجيو مفعول بينا، كتجي القوي عاطي الوظيفه قهوه حد زكو خمس ايام في السيمانه ويجي يقول لنا شعبيه العز. حنا راه كنعرو والله الا كنعرو بعضياتنا. سربيا اللي اش غادي نقول لك الله يلقيها لك وصف. ما احوجنا الايمان والايمان القطعي، ماشي داك الايمان ديال الفقيه باغي يدير كنت كون مفعول بك. لهذا كنقول دائما لابد من تجريم وتحريم الدعوه والفتوى، لان تدعيني يا ولد القحبي علاش باغيني انا نكون من الاتباع؟ كل من يدير فيك الدعوه وباغيك تكون تنزوي تحت ظل الله فهو باغي يدير واحد التجيش وباغي يدير شي خليه ارهابيه. وفقهاء العهر اللي عندنا احنا واحد المجموعه وعلى راسهم في المنطقه الشرقيه ديالي بحكم انني من احفيا كنمشي مره لوجده، عندك داك اللي سميتو النهاري ولد القحبي، دائما كيسهل كالحمار يكرس للنظام السعودي او لا شي وحدين اخرين او ايضا خرجوا علينا كيمشيو عاود للنظام الايراني. وحدين اخرين دوك الاخوان المجرمين يا اما مع مصر يا اما مع تركيا. حتى ولاد القحبي امتى غادي نلقى شي فقيه كيكون فعلا مع النظام المغربي؟ امتى شي واحد من الفقهاء ديالنا كيخرجوا كيقول لك اودي نحن مجتمع مغربي، حنا باغيين الثقافه ديالنا تكون، امتى الاعلام ديالنا يستقل، امتى امتى امتى؟
تو الله ينعل دين المهم وروت لا صاحبي لك توصل لولا يعني شوية ديال الإيمان إلا تولي كافر بالوقت وتكفر بالإله سبحانه وتعالى. خذ المايك ابدا بيا اللي الله يلقيها لك هادشي اللي غنقولها لك لا غير الله يلقيك بيا انا نكون ما دايرش الفم. الله يلا الله يلقيك كنت غنقول كنت يعني جينيفر لوبيز اللي تقيلا غاتي هي جينيفر لوبيز معايا دابا كبرات وكيطيح لعندكم. والله الا عندك الحق بالله والله حتى الشعب ديالنا رخيص انا انت غتطلع انا غتشد الساعه وانا نصاعه ونبقاو نغسلو فيهم الروم يعمر والله حتى يعمر بالله يا شعب رخيص شعب شعب دابا ليه هضرتي عليه وهضرتي انت ما خليتي فين مشيتي تلبت انا كاع بوصره ما عرفتش فين كنتي ولا علاش هضرتي المسألة ديال الوطن واش المغربي مأزم وعنده أزمة نيك ولد القحبي وكيقول لك لا حنا عندنا أزمة اقتصاد وسياسة هي هذه النقطة الأساسية باغي نفهمها الشعب ناقص الحواء علاش كيتلصق على النظام لا لا هو شعب أولا ما تتفقوش باش يكون شعب وقل اللي ديروا عليه زي تفوق لك مامر من اللي الزياد بغاو شي شهادة ديال اللي الزياد أنا درت هاد لوبسيرفاسيون كنت جي لهاد البلاد هادي كيعطوك بوت سيرتيفيكت أولا شهادة اللي الزياد بحال خديتي شي ديبلوم والله العظيم بالله شهادة اللي الزياد وفرحانة وفيها الورد وشهادة اللي الزياد وفيها البوينت ديال الدرجة كيعطوك والقحاب كيعطوك ورقة صفراء بحال ستيدا ها ورقة الزياد وعلاش غتعطي لي صفرة هي كان خصك تكون فرحان بيا جايب الطبال والغياط حيت جيت عندك تولت عندك في البلاد ديالك من هنا كتعرف بأن الإنسان المغربي لا يعتبر كيتزاد دير مو ورقة هو كيخسروا عليه كتمشي كتقول لي بغيت شهادة الزياد وهو بعدا كيشوفك تيقول لك كون عام تزادش هاد الخرا باش ما يجيش يصدعني أنا بغيت نخدم وما بغيتش نخدم انا بغيت نخدم نصور جيو اعطوني الفلوس ولكن ما بغيتش نمشي والله الا في المغرب كتمشي عنده وكتبغي من عنده شي حاجه من المحل ديالو وفيه العكز باش هو كيبيع تريكوات كتقول لي اعطيني تريكو هو فيه العكز يمشي يهز التريكو يبيعو لك بحال داك الخيط اللي علم الدجاج ديالو علم الدجاج ديالو يبيع راسو يا كنت كدور هاد النكته ريسنت ليها اوكي الشعب ديالنا باش كنشوف شي سوري ولا شي سوريه كتلف الزنقه كنقول المغربي ربما فرقعوا لهذاك بلاده باش باع البلاد حنا والله تيبيع فابور بالله لحقاش حنا ولا الانتماء ديالنا للشرق الاوسط اكثر من الانتماء ديالنا للشرق الاوسط للشرق الاوسط هادشي كتلاحظوا حتى في الاحساس ديال الانسان الا مشيتي مثلا لديك الاذاعات ديال سميتو ديك اللي كانت دايره حرب دايره روينه ايامات الحرب مع العراق ودار ما سميتهاش كتسميوها ديك هذيك كتلقى عامره عبد المغاربه دوك القطريين وداكشي ما سميتها ديك تشانو الحريه الجزيره كتلقى عامره في المغاربه إذا مشيتي عند داعش كتمشي كتلقى المغاربه هما اللي خدامين كيدبحوا في عباد الله والله باش كان داعش خدامه كترون والله الا المغاربه كلشي الناس عامره دوك الدباحه دوك اللي لتحت اللي كيلحسوا الكابا وداك الشيء هما اللي كيقطعوا الرقاب وهما اللي وشفناهم وسمعنا الفيديوهات ديالهم وسمعناهم وكيهضروا بالدارجه المغربيه فعند داعش حيت شعب ما عندوش الهويه ما عندش دين موجودور بحيلا شديتي شي شجرة ديال الأرقان وغرستيها في جامايكا فهمت؟ ما عندوش جذور بنادم انت باش غادي باش بغيتي هاد الإنسان يبغي بلادو وديما كنهضر على الشونطاج هنايا
فهمتي كتبغي تعطي لواحد الحاجه اللي كتعطيك حيت هذه هي لا ناتور ديالك كتعطيهاش سمحولي لا حيت هذا هو القانون. البلاد ديالنا ما عطاتنا حتى شي قلوه. البلاد ديالنا كانت كتجوعنا وكتقولنا انا ما بغيتكمش تخرجوا لبرا، بغيت دينكم تبقاو في المغرب، بغيتكم تبقاو دينكم ميتين ومدقدقين وما غادي نحل لكم لا فرص شغل ولا شي حاجه. ما غادي حنا راه كنا الكتاب لا بغيتي تدخل على كتاب خصك تضرب ليه 100 حساب، لا بغيتي تشري 10 سروال ديال الجين خصك تمشي تشري كونطوبون، خصك تمشي للمدينه القديمه ولا خصك تطلع للقريعه باش تشري سكند هاند. فهمتي حيت هادو كلهم اوتي باش كتشد واحد الشعب وكتضبطو. راه ما يمكنش تعيش بهذا النوع ديال الملكيه في 2021. اوكي عكس هاد العياشات بوشرى اللي عاشت واحد التعريجه ديال ديك عرفتي ديك التعريجات الصغار ديال فاطمه بنت الحسين كيف كتضربها غير بسرعه واحد باش كتشد بيه فاطمه بنت الحسين كتشد بيه ايقاع. أنا ما عملنش شي آلة كتشد صبع واحد وتقدر فيه وكتسمع آلة في العالم ما كتدورش بحال ما عملنش شي وانا شي واحد مصوب فكرة ومصوب منه جيتار أونلي في المغرب. العالم الوحيد اللي كيشد جانطة وكيغني بها، ولا ما كانتش جانطة ما كتجيش الأغنية هي هذيك. ماشي شي حاجة بحال جانطة ولا شي حاجة تكنولوجيك بحال جانطة ولا شي أنسيمو أخر تقدر تخلق جانطة من شي انسترومون اخر. تدير موكة قديمة كتستعمل ديك الجانطة، تستعمل الجانطة بحذافيرها بحال داك اللي كيبيع الخضرة وشاد داك حيت داك اللي كيعبر به الخضرة كيكون ديال المرسيدس، وكدير انت واحد الكونطراست واعر ديال كتشوف تحت كيبان لك رجليه عامرين بالترا، كتشوف هذيك فهمتي حاط شي نادر ديال البطاطا ولا أو غيطلع شي واحد يقول لك لا تاع عنصري مع الفلاحة هما اللي كيوكلونا والفلاحة عرق الجابين وأحسن مينا في العالم. هذه خصنا سوفيستوس. سوفيستوس هو اللي عندهم عن الحال سوفيستوس تغبر غادي ما يكون عارف الحبس ياك الإخوان معه هو في فرنسا يكون غير دير شي بلاصه قال لي شي واحد كومون سافا بوركوا داك الشيء هو يقول لي هو باب والله راه بان لي يخبر هو ما كيخبرش مع كان نيتشه تشربيعات مزيانين كان مكبرهم عنده في الدار العادي كان كيتهلا فيهم كيعطيهم المانغانيزيوم كان كيرب كان كي دير كيف في الدار عنده قال لك هو مكبره غير في البلاكار. عرفتي علاش حنا كنختارو قانون الاخوان؟ حيت ما عندناش قانون واحد، عندنا جوج. داكشي علاش خصنا نقسم القانون. الناس راه كيعيشو عا بقانون واحد تابعو مع الدولة، هو حاضي عا الدولة الحمر وحاضي عا الطاكس وحاضي عا حاضي قانون واحد كيعمر لك عينيك وراسك ودماغك وكتبقى حاير معاه وديما حاضي معاه. قانون واحد القانون الوضعي كتطبقه واحد كافي الإنسان باش يتصرف في الحياة حاضي داك القانون وخايف منه ديما خايف القانون. عندك هادي نشلا عندك هادي نهزو يكون شبقار عندي هاد البياسة هادي شريتها عندك تكون مسروقة سمعتيني ديما حاضي عندك القانون. المغربي واعر هو ما خاصوش على قانون واحد، هو خاصو جوج القوانين، واحد القانون داروا واحد كبة ديال الناس وعاد واحد القانون خالق هذا الوجود. 200 مليار مجموعة شمسية الديامتر ديال لينيفاس بعد المليار فاصلة 0.16 سنة ضوئية غادي يجي وغادي يريح وغادي يقول لك اجي يا فلان اجي نقول لك كيفاش غتخرا وتبول. علاش دابا النمل تا هما غيقول لك سبحان الله العظيم حنا النمل وكنخدموا بهذه الطريقة وكنمشيو هنايا وكنعيشوا فوق السفا وكنعيشوا فوق البحر وكنعيشوا فوق الماء وكنعيشوا تحت الارض حنا واعرين. اذا لا بد شي واحد يكون خالق انتوما يدبروا لهم على شي رسول بحالنا. والله العظيم علاش ما ديروش هذه القضيه؟ شوفوا حتى الحل تاهم يديروا الكلاب مشاش الدود كل شيء يديروا هذه القضيه ودخلوا حتى لي فيجيتاسيون حتى دبروا لهم على شي ادم وحواء سمعتيني.
الجبل باش غادي تولي وطني. انت اصلا كان عندك اشواء، اما غادي ياكلك الحوت يا اما غادي توصل لاوروبا، ولكن تبقى في المغرب ما كانش عندك اوبسيون. حقاش انفو كتقول لي ياكلني الحوت وكتحط حداها البلاد ديالك، حنا ما حاطين بديشك العافيه تما، تما ندير مقاطع البحر وغياكلك الحوت. البلاد ما فيهاش العافيه، ما فيهاش التماسيح، ما فيهاش السبوعه. حتى الا كانت عندك لوبسيون ديال ياكلك الحوت، ربما كيقول لك غادي ياكلك واحد السبع، كيقول لك تكون هي اللي اهون، بحال غادي يعطوك الاعدام. كتقول لي طاب لي اهون عليك، اختار الاهون وانت مشيتي اختار. هكا كتكون دي باريزون، كنقول لك عايش في البلاد. يعني هادشي ما يكون يوقع لك غير داكشي اللي دارت لك هذيك البلاد. ايكيبال علينا النطق الاحمر اللي كلاني السبع، داك الحمار اللي حوا السبع. والله واحد البلاصه كيدوز من الحيوانات، دابا كاين واحد السبع اللي داز كيحويه، فهمتي؟ ويدوز واحد الحمار ويخرج عنده القنفود، قال لي حيت القنفود عندنا حنا هو اللي بخير. علاش؟ حيت كنقراو القنفود دخل واحد العصا ديال العنب ولا ما نعرف شنو، بقى كياكل قال لك وكيعبر ياك، وكيعبر راسو مع التقوى، حيت حنا المغاربه عندنا مع التقوى من العهد ديال واش عارف هاد النقطه. قال لك والاخر ما نعرفش شكون هو اللي بقى كياكل حتى تنفخ ما قداش يخرج من التقوى. هادشي باش المغرب ولا كيعرف النكات. راسكم المغاربه ما كانوش كيعرفوا شنو هي نكته، ما كيعرفش شنو هي شي حاجه كتضحك. واخا كتبدل المشيه، واخا كتبدل قدامه المشيه ولا شي حاجه ما كتعرف. والله الا بصح كاين شي ثقافات ما كيعرفوش شنو هو الضحك، ما كيعرفش شنو هو المزاح. علاش كنا كنهضروا على الاخوان باش ولا نبدا من الاول؟ نطاكي على السوق. كيفاش كنا كنهضروا الوطنية؟ هو بصراحة الإخوان هو الوطن تاور بدل الضحشي قلو. والله بلا هذيك الزبلة تبقاو لا والحبيب والوطن ديالنا وتسلا في المغرب الصحراء المغربية، الوطن مدنية تاشي قلوة بالعربية تعرضت. والله إلا بناها من فم اللفعة، بالله أنا بعدا على والدية، والله العظيم إلا من فم اللفعة، لا مساعدة لا قلاوي. دابا كتقول لي دابا كتقول لي الوطنية، غادي نعطيك داكشي اللي عطيتيني، الا ما عطيتيهاش ليا ها هو زي ها باي اتسوكا. خدو المهم دابا بيا لي المشكل هي هادي، ما كملتش لينا على النكته ديال السبع. لا السبع كان كيبغي دائما، ماشي اناني هو، ويخير الحيوانات الاخرى، كيقول واش باغيني نغتصبك ولا ناكلك. جا الحمار مشى من بعد ملي سولو قال اش دار ليك، حيت هو حمار قال لهم كلامي. هي هذه النكته ديال كلامي، دابا كلاك وجيش. لهذا انا صراحه كنلقى اهانه فاش كتقول شعب حمار. لا والله الشعب ماشي حمار، بزاف عليهم يكونوا بحال الحمار. الحمار معروف كحيوان عنده ولاء وعنده ذاكره قويه. انا نعرف لان الوليد كان عنده الحمير بزاف، والله لان عندنا المطمورات وعندنا داك الشيء ديال الفلاحه، وكان ملي كيبغيو يعقلوا على شي مطموره، حيت كنا قلت لك جدودنا الله ينعليهم في ديك الرقده، كان جدي واحد من الاثرياء ديال المنطقه، والفقر اللي عاشه الوالد ديالي وعمومي والله ما تصوروه. انا جدي ماتوا ثلاثه ديال ولادو، لان كان خصو يهجم على قبيله اخرى باش يقتلوا شي ناس باش يديو ليهم الارض. والله ما كنكذب عليكم الخوت، عندي عم الوالد كلا وصاحبهم، وهذه راه المنطقه الشرقيه غير في اواخر 1800. ملي كنعاود كيعني على الشعب كي داير، الشعب همجي ما عندوش علاقه، كانوا المطموره كيتسوا فيها القمح العدس كل شيء، داك الشيء ديال الماكله، وطالقين الجوع على ولادهم. عندي 45 عم وعمه، ثلاثه ماتوا في قتيله ما بين دوار اخر. علاش؟ انا كنقول لك باغيين كانوا كيمشيو يديروا يهجموا دوار، يهجم على دوار اخر، واخا هو عنده الارض وما الى ذلك كان خصو يهجم.
كانت وقت الشيبة، هذا هو المغرب. والله إلا 45 إس واحد العائلة والله دير هجوم في المنطقة ديالنا يا لطيف. كتعرف بأنني ما كنعرفش ولاد عمومي ولاد عماتي ولا ولاد خوالي وخوالاتي، والله ما كنعرفهم كلهم. حنا من الناس كنا واحد الوقيته فاش كانت باقا العراسات في الثمانينات والخر، صدقني بان الحومه تسد كامله. كانت انا داك كتجي كيسدوا يمشيو يجيبوا واحد الترخيص، لان يعني التجمع دائما لابد لهم من ترخيص من البلديه ويجيبوا الخزانه، والعرس فيه 7 ايام بحال الوعده، وكتسد. فاش كنقول تسد كتسد، ما كان ندير. والعرس كيكون فيه 7 ايام والله ما كتعرف شكون مع شكون. تبقى من بعد تسمع فلان مع فرتلان، فلان مع فلانه، تبقى كتقول شكون هادو الله اعلم، لان ما يمكنلكش تعرفهم. وانا تصور درجه جدي كانوا عندي السميات فيهم الدوبل، عندي عمي محمد ومحمد وعمي احمد واحمد، راه كنهضر بجديه دابا، راه كنعرف بيان لي شويه من الاسماء ديال العائله عندي، ان الاسماء مزدوجه كتتكرر. علاش؟ لان كانوا عندهم بزاف ما مساليينش عيالاتهم ايضا، واخا عندهم العيالات بزاف كل وحده فين، كانوا اللي كيتولدوا مع بعضياتهم في نفس الوقت. علاش؟ لانه ولادو ما كيهموش الولاد بزاف، ولكن البقره البهيمه لا، البهيمه عندهم من المقدسات. ولهذا كتلقى من كنهضروا دابا بيا اللي مره مره حتى وتشد الزمله كيهضر يقول في المغرب جبال الاطلس فيه المغاربه عريانين، اه داك في جبال الاطلس وديك كتامه وما الى ذلك، عندهم الهكتارات سمعتوا، عنده الغنم وعنده البقار وعنده كل شيء. تقدر نتا الثروه اللي عنده ما تقدرش، ولكن واحد 3 4 5 مخليهم زكهم عريان. علاش؟ لان يهمه البهيمات، همو المعزات، همو. اما ولده ولده مخلوق، لان الدار فيها المراه حال رجليها، الا ما كانش مات هذا كيعاود ولد اخر. والله هذه المساله لحد اللحظه بقى بيان لي، قلت لك شعب رخيص عليه ذاته، رخيص عليه ولادو. حنا ما كنولدوش ولادنا، قلت لك حنا كنولدو جدودنا. الشعب الوحيد اللي ما كيولد كيقول لك باش يخدم عليا، واو الا ما ولدتش اش ندير، موت القلاوي. الشعب ملي كيجلس يقول لك ما كاين ما يدار خصني نتزوج. الشعب ملي كيقيم كيقول له صافي راك دابا كبرت خصك تزوجو. الشعب الوحيد اللي خصني بغا يتحوى خص القبيله كلها تعرف بان حاوي، ولكن الا تحوى بلا ما يقولها للقبيله، القبيله تكعى. ما كتفهمش هاد الحوايج علاش؟ ما خدامينش، ما عندنا حتى عقد عمل، ما كنديرو حتى قلوه وحاضين غيرنا. فلان دخل فلانه، فلانه مشات جابت فلان. ما عندنا هذا المرض، مرض ما تقدرش تفهمو. دايرين ازعاج للسلطات، ازعاج للجيران، ازعاج لاي واحد. ويجيو هذا معك على الوعي والاخلاق. شنو هي الاخلاق؟ الاخلاق جايه من المتفق عليه بحال بحال القوانين. فمن الاخلاق انك ديها في كارك ما تخدم، ولكن نو ديك العمل عباده ما عندناش. العمل الواحد المغاربه دابا من بغاو يديروا يدير مؤذين، ما عنده ما يدير كيقولوا على الاقل نمشي. تعرفوا شحال من إيمان كنعرفوا في هولندا سكنوا فاش كانوا كيسيفطوهم من قبل البعثة؟ وحق الله كيجي لهنا ولاد القحبي كيحرقوا. بقا كتشوف بنادم ديال مواه. إيمان كان عندنا معروف في أوتريخت، وكنظنكم قريتوا هذا القضية ديالو. كان مع هولندي، هو مزوج وعنده ولادو كبار، دابا راه هرب مشى لبلجيكا. كان هو مع هولندي زامل كيقيل في عباد الله، دار الفتوى هنايا طار علينا كرنا شحال من ريفي تسبوني في مشاكل مع ولادو. وفي التالي استقصدك ولد القحبه داير عاد افلام بورنو، لان ما بغاش يتزوج بداك الهولندي، والهولندي حط ليه الفيديوهات. والله الا كان درت بوم عاد ما لحقاش عامين غير قبل كورونا بشويه. انا ماشي ضد هذه المساله، اضيفوها لمعلوماتكم، يعني لازم يكون عنده توجه جنسي ولا نو نو نو، وانما الازدواجيه المعايير. ندعيو الاخلاق والعفه بحال القحاب ديال البال، يدعون العفة في العام وما يلعبوا بالقلوة ألعاب الخفة في الخاص. الشعب ديال مواه ما كتعرفوش، هارب لينا والله إلا هارب لينا، ماشي حتى نفاق. شعب معفن، معفن فكريا. شعب شعب قلت لك متضارب معاك الرو. الشعب اللي باقي كيهضر على الحوا قلت لك خطفوه، اش هاد الأسلوب؟ ضحكت لي واحد الدرية قبيلة نقزت وقالت لك وقولوا لينا نديرو غير ليكوت هذا، نديرو الكيت. اختي انا والله الا عندي واحد النايكلي سميتو ديرو الكيت، راه ملي كندخل لشيرو وحق الله الا خصني فعلا بلا ما يدير الكيت. ايدونتيتي، اه حنا عندنا ازمه هويه، ماشي ازمه هويه فقط افيش، حنا عندنا ازمه وجود. الشعب تصور بانه ما عندوش وعي بذاته. الشعب ما كيعرفش على من هو موجود اصلا. مشكلتنا اننا وجدنا مفعول بينا.
شعب يعشق لعب دور الضحيه، ما باغيش يكون ناجي نو نو نو، ويكرس دائما انا ما عندي زهر، لهذا كنسميهم انا ثقافه الهجالات، تركت الهجالات. اما انت ما عندي زهر، وانا لو كان كان ولو كان ليا ما عطاتني ولو كان تعرفش ليا بتعطيك تعطيك كنت غتعطيها. الشعب اللي كيهضر مع النظام يقول له شوف انا الا ما بغيتش راه غادي ندير لوجو، يا ولد القحبه كيفاش هادي ما بغاش يعطيك؟ الشعب اللي كيمشي يدير مرشح وما عمر لقيتها في شي دوله، شي دوله كتعطيك، شي دوله كدير. الشعب هو الذي يصنع الفرص، ما كاينش دوله كتعطي لشي شعب، الشعب هو الوحيد اللي كيعطي راسو انه يكون عنده وعي، كيكون خدام عنده مع العمل الجمعوي، يؤمن بالقضيه والعمل الجمع، ويؤمن بانه فعلا باش انه يوصل خصو يخدم بالاخر ويكونوا بحال خليه. حنا نو، حنا العكس صحيح، واحد خدام الاخر خصو يخدم انه يهرسو، وهذا راه من اقوى ما يكون. ترك تعطيني ولا نعطيها اخويا، شئت كتهضر الفرنسويه وانا والله الفرنسي ما بيني وبينها غير الاحسان، صدقني ابي اللي كان ديما مسكين كيترجم ليا على ودو، وليت انا كنتفرج في المواقع الاباحيه باش نتعلم فاكيو ايام، حيت ما بغيو حنا نتعلموا اللغات خصنا ندخل المواقع، حيت داك راه عاطفيه وانا الفرنسي ما عنديش معاه، هذا هو السبب. نقص الكرامه، ما هي الكرامه؟ الكرامه صاحبي ذاتيه، شت ان الاحترام والكرامه ما يعطيهالكش الاخر، هادو ذاتيين، هادو انت تكون تقدرهم في ذاتك. شتي لي انا عطايا وانا واحد الانسان رخيص عليا راسي، راه ما يمكنليش غادي نطالبك انت تعطيني، كيفاش تعطيني؟ استحقاق صاحبي، راه انت تفرض الاحترام، انت تفرض على الاخر ان يدير بحسابك ولا يعطيك اما تكون انت واحد الانسان لا تحترم ذاتك وتقول لي احترمني، هذه المصطلحات تلقاها غير عند حنا الشعوب اللي كتعيش بحال في الحبس، لان الاحترام راه مصطلح ديال الحبس. الانسان فاش كيدخل للحبس اللي ما كيكونش محترم كيولي كيهضر مع الاخر على سميتو انضباط، يعني واحد الانسان ما قادرش يندمج ولا ينضبط في المجتمع اللي فيه وكيكون خارق القوانين ويتسبب ازعاج. لهذا المسألة مصطلح الحريه حتى هو مصطلح كبير واسع علينا. ايوا يا هاد الدري كتب واحد المصطلح زوين ايفيكتيفمون اكزاكتمون، الله 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 على مصطلحات الفرنساويه، يا سلام. هذا هو قربت في الفرنساوية حتى انا صراحه كنتقنها الزريعه بيباس، اهلا الزريعه. نحن واحد الشعب والله لا بد من ابادتنا عن بكرات ابي، ونقول نحكم المغرب مع الشعب عزيز عليه اللي يعطيه حق الله حتى نعطي له الزريخ في الماء، ونقول لهم مجاني، نولي المول انا ما علي وما حرازم. تصوروا معايا الشعب المغربي ديال مو ما عمرو تعلم ما معنى انه ياكل الفيتامينات ولا يعرف ما هو الفرق ما بين حاجه زوينه ولا لا، حتى خرجوا كانوا غادي يديروا دعايه باغيين نصيحوا بعلي ولا والله ما بقيت عاقله، ولا المغاربه كلهم قال لك حكا ولا كيشربوا الماء المعدني الطبيعي. المغربي دائما خدام العكس، قول لي غادي نقطع شي منتوج تلقى هو الاول يسبق فيه باش يشريه، علاش هكذا؟ كتجي بحال اللي غتحشيها ليه، والله سيدي زبي هاد اسواش دريه ولا دري؟ تيري الله ينزل عليك النعله، الله ينزل عليك النعله. واه خويا نازله واش اكثر من هكذا حرام عليك، والله الا اكثر من هكذا حرام عليك الدعوه، علاش؟ راه يكفي انني معاك، اشاركك الهويه واشاركك اللغه والدوار. قال لي اللعنه، وقيلا هذا هو الدعاء اللي خص دابا. ربما نتحول ونولي سويديه ولا يابانيه، شكون بحالي؟ نبقى ودا هو الا ما تحولش وبقي جالس في الدوار عندك المشترك مع بحالنا، هذا هو المشكل الكبير. حنا كنكعاو على الوطن لاننا بغينا نلقاو البنيه التحتيه، البنيه التحتيه ما كانش قبيل. عطيتكم هذا المثل على الهولنديين، اش غادي نقول لك؟ اللهم عجل ولا تؤجل. شعب صراحه انا الاول اننا قلت لك نكونوا على الاقل شجعان، الله ننتحر. انا شحال مره كنت كنكتبها وكنقولها، مع ان داك ولد القحبي ديال مارك زوكربورغ دائما كيدير لي ولد القحبي البان شهر قال لكم من بعد عاد شكي عطبون امو طلع ليا في كره كثرت البان، وحق الله بيا اللي كنت كندعو دائما لانتحار المغاربه وعلى رقبتي، كنقول لهم عسيدي ربي حيت بزاف خايف كيقول لك من الاخيره، كنقول لهم اودي راه
علاش قبلتي موت يوم العرض على وجهه الكريم انا اتحمل مسؤوليتكم كامله. كيقول لك لو كان ما كانش حرام انتحر غير انتحر قلاوي، راه هذاك هو الحلال الوحيد اللي لان الحياه تستحقك والله حنا شعب لا يستحق هذه الحياه، شعب عزيز عليه ما عنديش بغيت عطيوني يديروا ليا هنا الظروف. شعب ما يحول ما كيتسد دابا ما هو السبب ديال اننا ما كنحول وما كنصدوا هو هذا اللي بغيت نفهموه. شعب حاقد عليك والله الا كيحقد على الاخر. تصور الشعب ما خدامش وكيطلع للزنقه يشوف شي واحد عنده يقول لك داك ولد القحبه عنده، وهو راه باغي حتى هو يكون ولد القحبه حيت هو حلمو يكون ولد القحبه حتى هو يكون عنده. اللي كيبغي يطيح بيك الهضره لا كيقول لك انا والله هذه امك انت شدك نحويك، تقول له عندك باش تولي تهضر معاه على العبار. سير 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 الشعب الوحيد اللي ما كيعرفش يعيط. شوف شي اخويا اش كتقول والله ما كنفهم. كان مره اخويا كتحدد لينا فرنسيه مره انجليزه عاد الريج معانا، راه والله الا قراءتي كتحدى الشهاده ديال بكري. كنجلس انا وبيالير كنشبلنا على ديال الميكا والجلابه رجليه تحت الطاوله ديك اللي كانوا فيها ثلاثه كيجلسوا قدام بعضياتهم، كنا كنقراو بالقلم والدوايا. هاي هي الايام كانوا كيقريونا الفرنساويين. الشهادة الشهادة هي هذيك الشهادة ماشي قدي مسح. ولكن الجميل هو أن تعرفنا على شي ناس بحالنا في الفكرة ديالنا وحتى الأحلام ديالنا بحال بحال. أنا قلت لكم بيا اللي عزيز عليا فيه هو عاجبه فمي حيت كنحيدو وكنركبو. أو بشرى أو بشرى اليوم نوصل المغرب يا زوين أو بشرى وليتي بحال هند بنت عتبه ديما تغسلي المواعن. وايله صاحبي راه مش شهر 8 وهي تعاير فيا حتى شهر 12. سمعت ملي جيت انا وهي تعاير فيا كتقول لهم بشرى فاشيه دارت روم ست شهور. تصور بنادم ما نجحش في البال وما دارش الروم. انا نقول ما موراك ولا بشرى ناضي حتى انت غسلي المواعنك وديري الملاوي والقلاوي وكرسي الفكر. اش مور انا هنا في المغرب حتى ما تكون في المغرب السوسيال صاحبي عطاوهم هذا العام راه انت هي مشات للمغرب دابا مع دابا سيدنا عليهم في السكن دابا راه دابا تلاقاي معاها تيكستاوي لو كنت صاحبي ربما نتلاقى معاها ولكن هي كازا هي كتعرفوا صحاب الهجره القرويه انا كازا كازاوي ما كتعرفوا بلي ماشي ولد المدينه غير من السق. قالت ما بين 97 حتى 180 وقيلا 180 صحاب الماريكان. ابي اللي يقول لنا اخويا شحال التيكيت شاري ياك ما غشوك الا غشوك من تولي وقعد في المطار دير لنا واحد اللايف وقول لهم كنطلب من صاحب الجلاله. انا كنقول لصاحب الجلاله راهم داروا لينا وغشونا وفعلوا لينا الله المغربي بوحدو اللي تسعة يا سلام انا يكلم هو الصراحة الله. وعليكم السلام ابو الدكتور عندك المايك عندك الكام ها المايك كلها الكام وحده من هاد الزوج دير معانا ناقشوك الى كان ممكن. دابا انا من هاد الشيء كله الصراحه لحد اللحظه بغيت نعرف غير بوسروال اش كيدير، شكون يقدر فيكم يتنبأ ليا بوسروال اش كيكون يدير في هاد الوقيته؟ تفضل تفضل وايل تقطع عليك ستفضل. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت ألا أيها الليل انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثالي، فاذهبي أنت وكل شعرك إلى الجحيم. الله 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 ومحن يا الزغبي محن لا فهمت شي حاجه الله يعطيني الله يعطي البيا اللي الحكه في قلاويه. خذ المايك فكر.